نفيق الصبح على انفشاد، ننام بالليل على انفشاد، ناكل على انفشاد، طلع مشوار انفشاد. شو حلمت انه انا بدون قصدي ضربت انفشاد ووقع انفه. بس كاتبيلي هل حسيتي انه شفافك صاروا مجعدين بعد ما ذاب الفيلر؟ اوكي قلت لكم انا بسبب البنج والادويه اللي كنت عم باخذها مضاد الالتهابات بيذوب الفيلر، هذول الاثنين بيذوبوا الفيلر. لا طبعا ما حسيت، لانه انا اصلا لما بروح بعمل فيلر بحط نص ملي بس، يعني بحيث بس بعمل هيك نفخه بسيطه، يعني ما كتير مغيره حجم الشفه، فهمتوا؟ فاكثر شيء بيكون كونتور وشوي فوليوم. فمين اللي بهي ممكن يحس انه شفايف تتجعد؟ اللي مثلا كبار بالسن حطوا كتير فيلر مثلا ملي كامل او ملي ونص بعدين كله بيذوبوا، يحسوا ممكن شوي شفة تتجعد اللي هن كبار. بس اذا مثلا حدا انه مو كبير مستحيل يحس انه بعد ما يذوب الفيلر. انه طبعا في كتير ناس عم تكتب لي هاي التعليقات الايجابية على كان على اليوتيوب او على السناب او حتى على الانستغرام، انه انفي صاير تغيير للاحلى، تغيير بسيط بس للأحلى، عرفتوا؟ فأنا بصراحة هذا اللي بدي إياه، يعني إنه أنا ما إنه ما غيرتش كتير. شوفوا هون كتير مبين أنفي عم النتيجة، شوفوا كيف هيك straight. وهي على فكرة لسه مورم، هو أنا يعني ما تعرفوا أنتم مستحيل تبين النتيجة، فهلأ لسه حجمه شوي بحسه أكبر من قبل شوي، كمان من قدام بالذات، فحجمه رح يخف بعدين وتبين النتيجة النهائية. فأنا بصراحة فرحانة إنه أنتوا ما لاحظتوا تغيير، إنه ما كتبتوا لي ليش هيك عملتي، بالعكس إنه اللي كل اللي عم بيعلقوا لي كاتبين إنه شكلك صار إنه أرتب أو أحلى، يعني على أحلى. فيس شوف شو بيصير بعد 4 أشهر. أوكي في حدا هون على فكرة أنت كتير ذكية، أوكي؟ لأنه أنا كنت كتير بفكر بهذا الموضوع، إنه ما بدي تصير مسافة طويلة بين الشفايف والأنف، فأنا مشان هيك ما رفعته أكثر ولا قصرت ولا عملت، يعني ما عملت هاي الأشياء. قلت إنه أنا بدي أحافظ على المسافة الموجودة بين الأنف والشفايف، فمثل ما شايفين الأرنبة لسه موجودة. في ناس تكون مسح الأرنبة بالذات بعد 10 أيام العملية بيكون هيك أنفهم هيك هيك لفوق ومسح مسح من هون. فأنا كتير يعني وضحت على الدكتور إنه ما بدي يكون أنفي مسح، وبدي المسافة اللي بين أنفي وشفايفي تضل مثل ما هي مثل قبل، إنه بس قلت له أعمل لي هون فقط straight. ففي ناس لا بتأثر لدرجة بتأثر الأرنبة وترفع الأنف لدرجة بيصير أنفهم مسح من هون ما في أرنبة بيكون، وبتزيد المساحة يطلعوا مثل ما هي هاي البنت كاتبة إنه يطلع الواحد كأنه عجوز. يعني جماعة حياتي هالفترة صايرة كلها شو عبارة عن أنف شهد، قاعدة هونيك عم تحكي عن تجربتها. ليش هربتي مني يا بابا؟ عن تجربتها لما عملت العملية هربت منك حتى البنت من في الصبح على أنف شهد، مننام بالليل على أنف شهد، بناكل على أنف شهد، نشرب أنف شهد، نطلع مشوار انف شهد، نلغي مشاوير انف شهد. بيبي كرهت انفي، بحس حياتي كلها انف، حتى لما بنام بحلم بانف شهد. امبارحة حلمت شو؟ حلمت انه انا بدون قصدي ضربت انف شهد ووقع انفه، ومروح على المشفى نرجع نرجع لها انفه مخيط لها. يعني مثلا اليوم شو غدانا؟ انف شهد. لا بجد يعني صرت كثير افكر بانف شهد، وبلشت اشوف انفي انا انه انفي مو ظابط، عم فكر اعمل عمليه انا كمان عامله هيك. لا لا تصوري هيك شكلي، تصوري هيك طلع فيني. لا بجد صار حلو كتير. المشكلة ما فينا نتنمر عليها. تزعل مني. لا خلق ما هذا الشيء عم فكر فيه، انه ما بدي اتنمر مشان ما تعملي مرة تانية. هني بعرفك احكي كلمتين زيادة تجي عملية تانية على الطريق.
معلومة صغيرة لازم تعرفيها، اوكي؟ انت ممكن تعب بقيس الطقم الجنتلمان تبعي. قلتي لي انه الطقم زغران عليك لاني انت سمنان، وانا وقتها كنت مصر على انه الطقم زغران لحاله لاني اللبس بعد فترة اذا ما لبستي شو بيصير بصغر. لا مين قال لك المعلومة الفاشلة؟ كلهم عم بحكوا لي هيك. لبس بيصغر احيانا، احيانا بيصير كيف انه مو انت ما عم تلبسي فشو بيصير بيكش بيكش شوي. اول مره لبستي اوكي اخذ على حجم جسمك، عرفتي فتره كتير طويله ما لبستي بصير بيكش بيكش بضيق مو سمن. هاي معطيه لمعلوماتك اوكي. اعتذر لك المفروض تعتذري طبعا اكيد، نمرتي علي ليوم كامل حتى انا فكرت فيها. شو انت يوم كامل انا بفكر، حتى انا موجود عم بخطب بالخطبه. ضحكني صرت شاهد مصدومه وانا بعطيها المعلومه، حتى ما حكت ما ناقشتني ما ناقش. ولاول مره شاهد بتحس حالها انه هي على غلط لاني ما كلامك نفسيتي تعبت مراكي. كلامك مو منطقي. لا منطقي جدا وكثير بتصير. ما بعرف مين قال لك هالمعلومه طيب. لا وانت صدقتها يعني انا شيء واحد بيعطيك اياه انه يبرر لك الكرش تبعك تاخده صح؟ والله كرش عندي كرش، انا ما بقول لك ما عندي كرش خلص اوكي يعني ما اختلفنا على هذا. خلافنا مو انه عندي كرش ولا ما عندي كرش، الكرش ظاهر موجود، بس خلافنا انه انت عم بتقولي انه انا سمنان كثير. شو بتفرطي؟ شو عم بيصير هون؟ هاي احلى طريقه شاهد تتهرب فيها امي اوكي، لما تكوني على غلط احلى طريقه انه تصير تضحك تلاقي حالها ميرا كيوت واو بدك تحكي لحالك. انا كم وزني؟ شو شاهد انه انا وزني 100 89. هذيك مره زنت حالي شو اسمه بالعياده. طيب 89 ما تغير. طيب كيف اللبس بيصغر علي؟ 90 89 كيلو بتفرق. كيلو انت يلا تزيدي كيلو بتصيري سمينه. لا لا يس كيلو بتفرق. كم اصير 75 مثل ما كنت من قبل؟ على فكره انا من قبل كنت تقريبا لما كنت اتمرن اي طبعا من 8 سنين 9 سنين كنت 80. لا كنت شو اسمه 78 80 كان بيرفكت. 80 لما سمنت شوي بس كان بيرفكت. 78 كنت منشف عامل تنشيف كنت حركات وهي. هو الوزن المثالي لألي مثلا يكون تقريبا 80 بس شو ما في كرش عضلات. كيف رح نوصل للمرحلة ما بعرف، بدها تعب كثير وحياة الله. انا ما بحب انزل على النادي مشان شو، مشان هذا البروسيس اللي رح اعدي فيه يعني بروسيس كثير طويل، شهر كامل شهر ونص ما اكل بس رز ناشف دجاج صدر سلطه والسبع مرات باليوم لازم اكل وتمرين جد بس مشان هيك. بابي كمان اعطيني بابي. شو معلمتي يا للبنت؟ معلمتها مدربتها كمان. شو مدربه البنت انت؟ ميرا اعطي بوسه بابي. ماما كيف مين كيس ميرا؟ بنت امها. ماشي اوكي ما فيها. انا بعرف اتصرف معك. لا ما في كاندي. ماما will give her candy. ميرا ما في كاندي. تلوي درعنا ما فيك. صفنت. هات لوك هات كتك اوكي برافو. فرجيني. انك كوت. دي ميت شطات هات يلا حطيلها ميرا حبيبي. ميمي وانتي هوي يس اوكي بس خلصتي فرجي بابي اوكي. تنا خلصتي اوكي بس خلصتي ميك اب فرجيه لبابا اوكي. وانتي هوي فرجيني تنا فرجي. واو برافو. This one pink. اوكي pink. One two three. One two one red.
دين تكت واو ماي جاد اورنج وات يو جرابيت يلا برافو حبيبي يلا ياي يا ابو ميا برافو ميرا برافو جود جاب برافو زيب واو Good job, Mira. Bravo, Habibi. What? Good. عم بسأل على التليفون الموجود مع ميرا إنه هذا تليفونها ولا شو لا هذا مو تليفون هذا تليفون القديم قبل ما أشتري تليفون جديد هذا إكس آيفون إكس فموجود بالبيت حاطين له يوتيوب كيس عليه وميرا بتلعب فيه فهذا مش فموجود بالبيت حاطين له يوتيوب كيس عليه وميرا بتلعب فيه فهذا مش تليفون اصلا هي كانت بالاساس ما تفرج على التليفون ما بعرف بالصدفه كنا طالعين مشوار وكانت معنا مشوار كثير طويل فشهد اخذت الموبايل معه وعطتها اياه فمن يوميتها ما ميرا بتصير كثير بتحب التليفون يعني طبعا مو كثير بتستعمله باليوم شغله ساعتين ثلاثه بعدين ناخذها منه محبي وبصير تلعب مع اخوها لما يكون اخوها نايم ميرا بتذكر التليفون لما يكون اخوها صاحي وعم بيلعب عم تلعب معه ابدا ما بخطر على بالها التليفون فهلا حاليا اخوها نايم فمشان هيك ماسك التليفون وعم تتفرج